السلام عليكم سارة، محامية صغيرة في شغفي كبيرة، ولرحمة الله عبدة فقيرة. تتذكروا لما كنا صغار كانوا يسألونا يقولون إيش تبغى تصير لما تكبر؟ اللي قال مهندس، واللي قال طيار، واللي قال الدكتورة. أنا لما جاء دوري فكرت وقلت أبغى أصير مدرسة. ليش؟ كنت أروح لماما وأقول لها يا ماما المدرسة تعطينا واجبات مرة كثير، يا ماما المدرسة أرفع يدي ما تقوم نكتب على الصبورة بالطبشور. فكانت تقول لي الوالدة يا بنتي من علمني حرفا كنت له عبدا. فأجر المدرسة كبير، لا تزعليها، ولما تقول لك حلي الواجب تقولي لا حاضر. فحطيتها براسي وقلت خلاص لما أكبر أبغى أصير مدرسة عشان أقول للبنات يسمعوا كلامي وأقوم أكتب على الصبورة بالطبشور. وفضلت حامل الحلم ده معايا سنين إلين كانت البداية في الثانوية. كوننا فريق اسمه فريق كيان التطوعي. كان هدفنا احنا كفريق، اوجه لهم تحية جميعا، كان هدفنا كفريق انه احنا نوعي الناس. فكنا نقيم محاضرات وانشطة تحفيزية تطوعية داخل وخارج المدرسة، بحكم ان احنا كنا في المدرسة. كان لها أثر كبير في هذاك الوقت، وكان لها صدى كبير على المجتمع اللي كان حولنا. اتخرجت من الثانوية وجاء الوقت اللي لازم أحدد فيه مساري وأختار تخصصي الجامعي. طبعاً هنا كان المنعطف الأول، بحكم أن والدي وأخويا محامين، فكان الوالد دائماً يشجعني أني أدخل نفس المجال. لكن أنا كنت أشوف الوالد يصحى من الصباح ويشيل شنطته وقد إيش كان يتعب وحجم المسؤولية اللي كانت عليه، فما كانت نظرتي إيجابية لهذا التخصص. ما كنت شايفة الجانب الإيجابي منه، قد إيش أنا ممكن أساعد الناس، قد إيش ممكن أخدم نفسي، أهلي، مجتمعي، أدافع عن المظلوم، أسعى في الأرض زي ما ربنا أمرنا. ففي مرة من المرات استخرت وقرأت قراءة شفافة عن التخصص، وأخذت منهج والدي ودخلت قسم الأنظمة بجامعة الملك عبد العزيز. طبعاً بعد ما دخلت القسم، لأنه كان جديد في المملكة بالنسبة للبنات وكان جديد عموماً في على مستوى المملكة كامل، فجاتني كمية إحباطات. أولها إنه هذا التخصص مرة صعب، هذا التخصص ما له مستقبل للبنات، راح تدرسي وتقعدي في البيت. أنا في ساعتها كنت وقعت في حب هذا التخصص، ما كان في ممكن شيء ينزعني عنه، وقلت لكل هذه المحبطات إن لم يكن لتخصصي مستقبلا سأصنع له مستقبلا. ودخلت الجامعة، وهذا الشيء كان مصدر شغف لي إني أصعد بهذا العلم، بإني أوصله للعالم وبأسلوب مختلف. فرجعت لحلمي الأول، حلم الطفولة، هو إني أكون مدرسة. دخلت الجامعة واجتهدت، ثابرت وسهرت وتعبت جداً إلين ما تخرجت الحمد لله من جامعة الملك عبد العزيز بمرتبة الشرف الأولى وبامتياز، وكنت من الأوائل على الدفعة. طيب جاء الوقت الآن اللي أثبت فيه كلامي وأكمل في الطريق اللي رسمته لنفسي، بإني أكون محاضرة جمعية وأوصل هذا العلم للأجيال القادمة وأحمل هذا الأثر زي ما قال تفضل الدكتور للمستقبل. لكن ما قدرت أمشي على هذا الطريق اللي رسمته لنفسي، وهنا كان المنعطف الثاني. طبعاً فكرت وقلت في وقتنا الحاضر كيف ممكن
أوصل هذا العلم لكل الناس. ما كان عندي طريقة في وقتها، لكن جاتني فرصة إني أشتغل، فقررت إني أرسم طريق جديد لنفسي مع تمسكي بحلمي وهدفي إني أنقل هذا العلم. وقررت إني أنتقل هنا للرياض لأنه مسكني الأساسي في جدة، للعمل بمكتب ناجي للمحاماة بدعم من ملهمي وأخي الدكتور علاء عبد الحميد ناجي. رجاء تحية كبيرة له. الحمد لله أثبت نفسي في عملي، عملت أشياء ما كنت أتوقع أني أنا ممكن أعملها لأني ما كنت حابة العمل أبداً، وحبيت العمل جداً واستفدت من الخبرة العملية الكثير اللي دفعني أكثر لشغفي إني أبوعي الناس، أبوصل هذا العلم للناس، أبغى الناس توعى للقانون، لحقوقهم، لمشاكلهم كيف يحلوها. ففي هذه المرة لما بحثت وفكرت قلت إنه أقرب وأسهل طريقة في وقتنا الحاضر أوصل بها هذا العلم وأوعي الناس في كل بيت، لكل للمختص والغير مختص، هي مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي. فبحثت في مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، وفي أول فرصة عرضت علي عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي وعبر مبادرة الرسالة القانونية، أخذت الفرصة هذه وقلت هتحدث فيها عن أول موضوع كان يشغلني فترة طويلة جداً بسبب كثرة المشاكل اللي قاعدة أشوفها أمامي من قلة الوعي القانوني لدى بعض الناس. طبعاً هذا الشيء يدخل في حياة كل شخص فينا، الكبير، الصغير، الفقير والغني، كلنا. فقلت راح أكلم الناس عن كيفية قراءة عقد العمل. قدمت الموضوع عبر منصة السناب شات، عبر هذه المبادرة، وكان لها صدى كبير جدا لما شفت حجم المشاهدات وعدد الناس اللي جو وكلموني وردود الأفعال حول الموضوع. فكرت ساعتها وقلت إنه أحلامنا ممكن تتحقق، لكن مو شرط بنفس الطريق اللي احنا متعودنا عليه. أهدافنا ممكن توصل، لكن مو شرط بنفس الطريق اللي رسمناه لنفسنا. فالحمد لله الآن أنا أحد أعضاء هذه المبادرة القانونية ومشرفة المواضيع القانونية فيها، وإن شاء الله القادم أفضل. ولكن إلى أين؟ إلى طريق اختاره الله. أخيراً أقول لكم، إذا لم تستطع السير على طريق أردته فارسم طريقاً جديداً لنفسك من الآن. تمسكوا بأحلامكم، أوجدوا لها طرق، وسيروا إلى طريق اختاره الله لكم. السلام عليكم.